السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، مساكم الله بالخير والسعادة، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم من عمان، هذه المساحة المسائية التي نطل من خلالها على مواضيع متنوعة تتعلق بالشأن المحلي، لنبرز لكم أهم الأنشطة والفعاليات والمناشط التي تقام على أرض السلطنة الحبيبة. وحلقة اليوم أيضا مشاهدينا زاخرة بالعديد من المتابعات، نتمنى لكم أمتع الأوقات بإذن الله. إذن مشاهدينا، المحطة الأولى نحتفي وإياكم بافتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديدة التابع لمستشفى خولة، هي إضافات جديدة بكل تأكيد للقطاع الصحي بالسلطنة. بإذن الله مشاهدي سنتعرف أيضا على تفاصيل هذا الافتتاح الذي تم قبل قليل، بالإضافة إلى أبرز ما يحوي هذا المبنى برفقة الزميل المتواجد هناك من موقع الافتتاح، نرحب به. فأهلا وسهلا بك معنا محمد المهري. مساء الخير. مساء الخير بيان، مساء الخير أيضا للمشاهدين الكرام خلال برنامجكم من عمان في هذا الربط الحي والمباشر من هنا من مبنى مستشفى خولة الجديد الذي يأتي بهذه الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص يقدر بثمانية مليون ريال عماني تقريبا. كثير من العيادات المتخصصة مبنى يحتوي أيضا على كثير من الأجهزة الحديثة، في رسالة إلى هذه التوأمة أيضا بين القطاع الخاص والمؤسسة الصحية الرسمية هنا في السلطنة. هكذا سنكون معكم من خلال أيضا اللقاءات القادمة لنقف أيضا على هذه التفاصيل وما تقدمه هذه الخدمة الصحية، وهي رسالة أكيد لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يكونوا شركاء في مجالات الخدمات التي تقدم للمواطن العماني. هكذا أكيد سنكون في قادم الوقت وضيوفنا ومزيد من التفاصيل إليك بيان. بإذن الله محمد، نعود إليك لاحقا في الدقائق القادمة من عمر برنامج من عمان لحلقة لنتعرف أيضا على تفاصيل هذا الافتتاح الذي تم قبل قليل، مبنى جديد يضاف أيضا لمستشفى خولة ليشكل فارقا بإذن الله في القطاع الصحي بالسلطنة. أيضا مشاهدينا في حلقة الليلة نفرد مساحة للحديث عن الحارات العمانية القديمة التي تعكس موروثات أصيلة عمانية عبر أزقتها وسككها، بإذن الله نتعرف على أهم هذه الحارات القديمة، مواصفاتها، نشأتها، تأثير الحياة الاجتماعية والسياسية أيضا والدينية على هذه الحارات في أولى محطات برنامجكم من عمان. أيضا مشاهدينا نفرد مساحة للحديث عن مدينة سندان للصناعات الخفيفة، هذا المشروع الذي ابتدأ منذ العام أو منتصف العام الماضي، مشروع الأول من نوعه في السلطنة، سنتعرف عن الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، أين وصل هذا المشروع، متى سينتهي بإذن الله هذا المشروع، كل هذه التفاصيل في محطة لاحقة من برنامجكم لحلقة الليلة. أيضا مشاهدينا كما عودناكم في برنامج من عمان هنالك فقرة قانونية نحاول من خلالها أن نغرس ونعزز ثقافتكم القانونية. اليوم بإذن الله موضوعنا عن قضية التجارة المستترة، هذه القضية التي أشار وحذر منها مولانا صاحب الجلالة في سيح الشامخات عام 2013 وقال بأنها تزداد وتنخر اقتصاد هذا الوطن. بإذن الله سنتعرف على أبعاد هذه الظاهرة، أيضا نسبة انتشار هذه الظاهرة في السلطنة، مدى وعي المجتمع وبخاصة أرباب العمل والمواطنين أنفسهم بخطورة أيضا هذه الظاهرة، كل هذه التفاصيل مشاهدينا في حلقة الليلة من برنامج من عمان. بكل تأكيد هذه المساحة لا تكتمل إلا بمتابعتكم الطيبة، كما ذكرت أولى المتابعات بإذن الله عن الحارات القديمة العمانية التي تعكس براعة هذا الإنسان العماني في العمران منذ القدم. نتابع هذا التقرير بعدها نعود استكمالا وتفصيلا لهذا الموضوع، كونوا بالقرب. تعتبر الحارات القديمة في عمان تجسيدا واقعا للحياة الاجتماعية والسياسية التي مرت بها عمان خلال العصور المتلاحقة،
وقد انعكس ذلك أيضا على سائر الأنشطة الاقتصادية والدينية اليومية، فقد أثرت الظروف السياسية على بناء مثل هذه المجمعات السكنية، حيث أن فقدان الأمن في بعض الفترات من تاريخ عمان استدعى السكان القاطنين إلى عمل أسوار تحيط بتلك الحارات تتخللها أبراج مراقبة وبوابات تتخلل السور من جهات مختلفة، وما تتصف به هذه الأسوار من ارتفاع وضخامة. فنجد الأفلاج قد وجهت لتجري بالقرب أو بداخل الحارة، وآبارا حفرت داخل البيوت وفي المساجد وعلى شوارع وسكك الحارة، ومزارع وبساتين أنشئت داخل أسوار الحارة وأسواقا للبيع والشراء أحيانا. ونجد المدارس التعليمية والمجالس العامة، ومن الملاحظ أن مصدر الماء كان موجها لسير خط بناء تلك الحارات، كما هو الحال على مسار العديد من الأفلاج في السلطنة. كما يظهر جليا تأثير الأحكام الشرعية في تخطيط الوحدات البنائية، حيث نجد استقلال المساجد في الغالب عما يجاورها بحرمها الخاص بها، ونرى ذلك في تخطيط البيوت، فنرى عدم تقابل الأبواب عند البيوت المتواجهة، وذلك حتى لا يطلع أصحاب البيت على حرمات بيت جارهم المقابل عند خروجهم أو دخولهم. ويظهر كذلك تأثيرها على طريقة عمل المسائل ومصارف المياه، وتشتمل البيوت في هذه الحارات في تخطيطها العام على الفناء والحجرات التحتية والحجرات العلوية التي تحيط بفناء المنزل. وإلى جانب السبلات الخاصة داخل البيوت، توجد هنالك سبلات خاصة بأهل الحارة فيها يتشاورون ويجتمعون في الأفراح والأتراح. تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية مسائية مفعمة بي المحبة والسعادة، أولى المتابعات اليوم في حلقة الليلة مشاهدينا الحارات العمانية القديمة، أبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف يمكن أن تكون هذه الحارات أيضا نقول مصدر ووجهات سياحية تضاف إلى القطاع السياحي بالسلطنة. كل هذه التفاصيل أحبتنا نتعرف عليها من خلال وجود ضيفنا بالاستوديو دكتور هيثم بن نجيم بن سليمان العبري، باحث مشارك فخري بجامعة ليفربول ومحاضر بالكلية التقنية بإبرة. مساك الله بالخير دكتور هيثم. مساء النور أخت بيان، وشكرا على الاستضافة. يا هلا فيك. في البداية نريد أن نتعرف على تاريخ هذه الحارات القديمة، يعني موضوع جدا شائق بما أنه يتعلق أيضا بهذه الموروثات الأصيلة العمانية. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نشأة الحضارات في سلطنة عمان بشكل عام طبعا يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتطورت طبعا الحضارات تتابعا، فانتقلت بعد ذلك إلى تطور المستوطنات القديمة التي تعنى بالمناجم، ثم إلى الموانئ، كذلك تطورت الأنماط حتى وصلت إلى الفترة التي جاء إليها مالك بن فهم إلى عمان، وبدأت من هناك وتيرة البناء كحارات واضحة وبارزة من تلك الفترة. وطبعا مثل كل الحضارات على مستوى العالم دائما هي مربوطة ب عنصر ومورد مقدس مهم وهو المياه. ولذلك وجدت أكبر الحضارات المعروفة على مستوى العالم على ضفاف الأودية وعلى أماكن تجمعات المياه المعروفة. ولذلك هذا أيضا ينطبق على الحارات في سلطنة عمان. ولكن المميز في سلطنة عمان طبعا مقارنة مع جميع الدول الأخرى أن الله سبحانه وتعالى حباها بتنوع طبوغرافي مميز جدا، من الساحل إلى السهول، إلى المنحدرات الجبلية، إلى قمم الجبال، إلى الصحاري. صحيح. ولذلك هذا التنوع بحد ذاته أيضا أعطانا تنوع ليس فقط في مصادر المياه، ولكن أيضا أعطانا تنوع طبوغرافي لجميع المناطق، أعطانا تنوع جغرافي أيضا كذلك، وأعطانا تنوع في المصادر والموارد الطبيعية، حتى كذلك التنوع الجيولوجي المتوافر. وطبعا هذه الموارد كلها على بعضها البعض خلقت لنا
ما نسميه نحن في الدراسات والبحوث التوبونيمي، وهي تحديد مسميات جغرافية في المناطق، أدت بدورها طبعا إلى نشوء حارات في أماكن طبيعية التشكيل. ولذلك بحث الإنسان عن موارد المياه الطبيعية التي كانت تظهر على السطح في تلك الفترات القديمة. نحن نتحدث عن فترات من 1000 سنة إلى 500 سنة سابقا. طبعا بروز الينابيع الطبيعية هي بداية اختياره للمواقع، ولذلك بحثه عن المياه كمورد أساسي وكذلك وجود مناطق للاستصلاح الزراعي القريبة طبعا، هذا بدوره أدى إلى اختياره للموقع. أما فيما يتعلق بعد ذلك بعملية البناء، فكان الإنسان يقبل التحدي، ولذلك لم يصعب عليه أن يبني في الأماكن المنحدرة أو الوعرة، ولكن أيضا راعى في ذلك جانب مهم وهو الجانب الدفاعي. ولذلك بداية أقدم الحارات التي بدأت في عمان دائما ما كانت موجودة في أماكن دفاعية طبيعية، وأيضا في أماكن مرتفعة، يعني مرتفعات صحيح. أيضا في تلال، هل هناك دلائل معينة لذلك دكتور هيثم؟ هي طبعا أكيد في دلائل كثيرة، يعني عندما نتحدث الآن عن الحارات القديمة التي تأسست في البداية، طبعا حسب الدراسات والإحصاءات التي وجدت أن حارة اليمن في إزكي تعتبر هي أحد أقدم الحارات في السلطنة حسب الدراسات طبعا، وبداية تشكل نمطها هو تقريبا مقارب للأنماط القديمة الموجودة في حضارة حضرموت، ولذلك نجد أن طريقة النسيج العمراني الدقيقة جدا في التشكل مشابهة لما نراه في الحضارة في اليمن، وغير ذلك طبعا وجود ظاهرة طبيعية من إعادة البناء والتعديل، بما يدلك على أنها كانت من البدايات التي بدأت في تأسيس وتطوير منهج البناء في تلك الفترة، ولذلك من الواضح وجود الكثير من إعادة البناء والهدم، وجود طبقات كثيرة من الجدران، ولذلك هذا بدوره أعطانا قراءة واضحة لي أيضا تطور نمط البناء في تلك الفترة. واختيارهم طبعا أيضا الموقع على مشارف الأودية هي طبعا أحد الأدلة الواضحة على أنها أيضا تعود إلى نفس المنهج في اختيار المواقع سابقا في العصور التاريخية القديمة. دكتور هيثم، الجميع يتساءل أيضا بأنه كيف استطاع الإنسان العماني أن يبدع أيضا في مجال العمران، في مجال تشكيلات طبيعة هذه الحارات، بالرغم بأنها كانت في فترة قديمة جدا، فترة خلت أيضا من أجهزة متقدمة صحيح. من معدات تساعد في هكذا نقول تشكيلات ونتوءات. صحيح. طبعا الإنسان العماني أحد الميزات التي تميز طريقة فكره وإبداعه هو دائما استلهامه لفكره وإبداعه من الطبيعة. وذلك طبعا له دور أساسي، فنظرته للطبيعة واحترامه لها أدى إلى أولا بداية اختياره للموقع في نوع من الاحترام لموقع المياه، لاحترامه لطبيعة التشكل الصخرية الموجودة في تلك المنطقة، إعطائه الأولوية لأشياء أخرى، على سبيل المثال إعطاء الأولوية للمناطق التي تصلح للزراعة، وبعد ذلك يختار مكان للبناء. هذا بدوره طبعا أدى إلى اختياره للموقع، أخذه على سبيل المثال استحداث مناطق زراعية حتى وإن كانت لم توجد، ولذلك وجدنا التدرجات الزراعية موجودة في الجبال على سبيل المثال، وهو أيضا من أنماط تطور البناء لدى الإنسان وتقنياته، لأن تطويره لتقنيات تدرج الزراعة أدى إلى تطوير شبكة الأفلاج كذلك في تلك الفترة كهندسة، وبنائه للبيوت والمباني العامة الأخرى على مشارف هذه المزارع، وذلك طبعا لسهولة الوصول لهذه المناطق الزراعية للحركة، وكذلك أيضا لأسباب أمنية، وأيضا لأسباب تتعلق بتوفير جو مريح، والذي طبعا يأتي به التيار الهوائي من المناطق الزراعية والمياه إلى المناطق السكنية. هذه كلها يعني رعاها الإنسان العماني من البداية. وبالنسبة للمواد فكانت دائما تشتق من المناطق المحيطة بكل حارة، ولذلك سنجد أن أي منطقة نذهب إليها في عمان سنجد أن المباني تميزت بأن الموارد أو المواد المستخدمة دائما هي من المحيط الموجود، ودائما أيضا دكتور هيثم يحيط بهذه المباني واحات زراعية. حدثنا صحيح. عن هذه العلاقة أيضا بين هذه الحارات وما يحيط بها من واحات خضراء. طبعا بالنسبة للواحات الخضراء اعتمادا أيضا على طبيعة تشكل
على سبيل المثال الأودية أو الجبال في تلك المنطقة تتحدد الرقعة الزراعية فيها، وتتحدد أيضا عن طريق كمية وفرة المياه الموجودة بها. فالمياه التي تأتي من الأفلاج على سبيل المثال لها مقاييس محددة وتوزيع للحصص، وبذلك تتحدد حتى مساحة الرقعة الزراعية التي لا أستطيع أن أتجاوزها حتى وإن كانت المساحة تسمح. وذلك طبعا هي جزء من منظومة إدارة الأفلاج، وكذلك أيضا مراعاة أن جميع الأهالي من يسكنون في الحارة لهم حصص ولهم فرص للزراعة واستخدام المياه. هذا جانب. طبعا عندنا الجانب الآخر، عندما نتحدث عن الرقعة الزراعية أيضا تحكمها أين كان موقع البناء على سبيل المثال. فإذا أخذنا على سبيل المثال واحة بهلة، بحكم وجود الحارة بالقرب من قلعة بهلة ووجودها من القرب من الجامع، وهو تقريبا موقع متمركز في الواحة، سنجد أن الواحة محيطة بالكامل بالحارة من كل الجهات، ومن ثم وضع سور لحماية الواحة بالكامل الذي يمتد بطول 12 كيلومتر، وهذا بحد ذاته يدل على اهتمام الإنسان أيضا بحماية الرقعة الزراعية التي يعتاش منها على سبيل المثال، وأيضا حماية الموارد الأخرى التي تأتي مع الزراعة. دكتور، أيضا يعني مضامين كثيرة تعكسها، يعني الحديث اللي ذكرته هناك مضامين سياسية، أبعاد أيضا نقول اقتصادية واجتماعية. صحيح. تحدث أيضا عن الحياة السياسية بالتحديد كيف أثرت على نمط العمران في تلك الفترة، يظهر اليوم جليا في نقول نمط الحارات العمانية منتشرة في ربوع السلطنة. صحيح. طبعا بالنسبة لي عندما أتكلم عن العوامل الاجتماعية السياسية التي كانت لها دور أيضا في تشكيل الحارات وظهورها بمعالم مهمة جدا، طبعا المستوى الاجتماعي له دور للأفراد على سبيل المثال، وهذا بحد ذاته ظهر جليا في ظهور بعض البيوت بأحجام كبيرة مقارنة بالبيوت الأخرى. يعني دكتور، هل يمكن أن نقول بأنه المنازل الضخمة التي وجدت في هذه الحارات مؤشر على مستوى الاقتصاد في تلك الفترة؟ بالتأكيد، لأنه ليس فقط مؤشر على الوضع الاقتصادي، ولكن أيضا بعض الأحيان يعكس نوع من السلطة. كذلك بعض البيوت تم بناؤها ليس بأسلوب دفاعي، وذلك طبعا لسبب وجيه، وهو أيضا إعطاء الغريب أو من هو يقدم على الحارة بالشعور بأن هنالك عنصر دفاعي قوي موجود. طبعا إذا تحدثنا عن النسيج الاجتماعي السياسي أيضا في الحارة، فسنجد أيضا أن هنالك أنماط مختلفة. فبعض الحارات كانت مسكونة بقبيلة أو قبيلتين على سبيل المثال، بينما بعض الحارات كانت خليط من قبائل كثيرة. ولذلك سنجد أن مثلا في الحارات التي وجدت فيها قبائل مختلفة أصبحت هنالك تجمعات سكانية وكثافات مختلفة في أحجام المباني وحتى في جودة البناء، ولديها دلالات على من كان له الأسبقية في بداية البناء على سبيل المثال بسبب توفر المساحة، ومن له الأسبقية له أيضا نوع من السلطة أصبح في المكان كتواجد. أما بالنسبة لي الحارات مثلا التي نشأت على قبيلة واحدة على سبيل المثال، فذلك طبعا له بعد آخر، لأننا الآن ننظر إلى حارة وكأنها مسكونة من عائلة واحدة على سبيل المثال، ولذلك هنا ندخل في النظر للحارة من منظور آخر، لأن الآن أصبح الترابط الاجتماعي القوي بين هذه القبيلة أعطاني أنماط جديدة في النسيج العمراني لم تكن متواجدة في الحارات التي بها خليط من القبائل على سبيل المثال. أما كمواقع للحارات على سبيل المثال، فنجد أن مثلا الحارات التي كانت قريبة من السواحل السلطنة طبعا كانت لها ميزة وجودها بالقرب من انفتاحها على العالم من خلال الخطوط التجارية البحرية، وهذه الخطوط التجارية أيضا ساهمت في جعل التجار يأتون بموارد جديدة وأفكار جديدة في البناء. يعني هل نستطيع أن نقول أن هناك أيضا هذا الانفتاح أثر على نمط العمران في تلك بالتأكيد الحالة؟ لأن التجار بجانب كونهم لهم مقدرة مادية على بناء بمستوى كبير وعالي، أيضا لهم القدرة على الإيتام بمواد جديدة. على سبيل المثال الأبواب التي بها زخارف تؤتام من الهند أو من شرق أفريقيا، على سبيل المثال بعض الأصباغ التي وجدت والنقوش في الجدران التي لم تكن توجد سابقا مثلا في بعض المناطق الأخرى، أيضا استخدام عناصر
في ذلك الزمان كانت تعتبر غالية، ومثال ذلك طبعا الصاروج، والذي يعكس طبعا ليس فقط متانة البناء ولكن أيضا المستوى الاجتماعي لصاحب البيت. هذه أحد العناصر التي تعكس ليس فقط جزء من الانفتاح ولكن أيضا القدرة وأيضا تقنية البناء التي تطورت مع مرور السنوات. أيضا دكتور، هناك مثل ما ذكرت عوامل كثيرة أثرت على نمط العمران. نعم. أو العمران، نتحدث عن جانب الأحكام الشرعية، هل كان لها تأثير أيضا على هذا النمط؟ نعم طبعا، عندما نتحدث عن الأحكام الشرعية في الحارة فنبدأ الآن هنا في الدخول في نظام الحياة اليومية الذي تعايش فيه الناس. نعم. فطبعا أحد الميزات الموجودة في الحارة والذي الجميع الناس ينظرون إليه بشكل عام أنها دائما بلون واحد. صحيح. جميعها مبنية من نفس المباني، من نفس المواد، الناس جميعا تلبس نفس الملابس، تأكل نفس الطعام، وهذا في حد ذاته جعل الناس سواسية في كل شيء، وإن كان تغير أحجام البيوت من بيت لآخر لكن الجميع يعيشون بنفس الطريقة. طبعا عندما ننظر إلى الحياة اليومية سنجد أنه على سبيل المثال كان هنالك التزام بي على سبيل المثال، كان الجميع يهتم بالجميع. فلذلك إذا كنت أنا أب ورأيت أحدا مثلا يرتكب خطأ أو شيء أصحح له، أحد يحتاج إلى مساعدة أساعده. عندما كان الناس يبنون البيوت كانوا يتعاونون، ولذلك أنا أساعد جاري في بناء بيته وهو يساعدني في بناء بيتي لاحقا. حتى التقاء الناس في أوقات الصلوات، فالمسجد ليس فقط هو مكان للعبادة ولكنه أيضا كان مكان يتجمع فيه الرجال للتحاور في شؤون الحارة، كان يتجمع فيه الأطفال لتعلم القرآن الكريم، كان أيضا بعض الأحيان يعتبر مكان يقصده الغريب الذي يسأل عن شخص. استخدام قنوات أو منافذ أو نحن نسميه محليا مشرع، أماكن وصول للفرج أيضا له كان تنظيم، فعلى سبيل المثال النساء يذهبن في فترات محددة لا يذهب إليها الرجال بحكم أن هنالك نوع من الخصوصية، وجود مثلا مباني عامة خاصة للنساء كمسابح ومغاسل ومصلى، وهذه يعني روعية في ذلك أن الكل له نصيب من استخدامات الحارة وبأوقات متفاوتة. على سبيل المثال أيضا لدينا حتى داخل البيت في التوزيع روعية في ذلك أن مثلا في الطابق الأرضي هو دائما مكان للتخزين على سبيل المثال، وأحد العناصر المهمة في التخزين أن يكون المكان مظلم ورطب، ولكن أيضا راعى في ذلك بحكم استخدامه الكثير من قبل النساء أن الظلمة تعطي النساء خصوصية على سبيل يعني المثال. دكتور هيثم، كل هذه المظاهر الاجتماعية. نعم. تعكس أيضا رصانة ومتانة النسيج. صحيح. المجتمعي في تلك الحارات. نعم. نتحدث عن نقطة جدا مهمة في هذا السياق دكتور، هل هناك جهود اليوم يعني مبذولة من قبل الجهات المعنية في توثيق هذه الحارات؟ 1050 حارة منتشرة. نعم. في ربوع السلطنة، كنز وإرث عريق يجب أن نحافظ عليه أيضا. صحيح. طبعا وزارة التراث مشكورة يعني بدأت في عام 2010 ببرنامج كبير فعلا لعملية توثيق وخطة إدارة وحفظ للحارات العمانية، فبدأت بوضع قائمة لأهم الحارات التي تعطى الأولوية بحكم عناصر مهمة جدا في هذه الحارات أو بسبب أهمية تاريخية لها على سبيل المثال أو موقع مهم، وبدأت طبعا بالتنسيق مع مركز أركيان بجامعة ليفربول بالبدء بعمليات التوثيق والدراسة ووضع الخطط لها، وهذه طبعا هي المرحلة الأولى من هذه الخطة التي تقوم بها وزارة التراث. طبعا تتبعها بعد ذلك خطة اعتماد هذه خطط الإدارة، ومن ثم المرحلة الثانية هي وضع التفاصيل والخرائط لها، وطبعا المرحلة الثالثة هي عمليات التنفيذ. ولكن بالطبع عندما ننظر إلى هذا البرنامج فطبعا هو برنامج يأخذ وقته أيضا على مراحل مختلفة، على مراحل مختلفة. نعم. وبالطبع أيضا هناك جهات أخرى معنية، فعلى سبيل المثال وزارة السياحة أيضا قامت مشكورة بوضع بالتعاون أيضا مع مركز أركيان بجامعة ليفربول بوضع خطة توثيق وتطوير سياحي لحارة مسفات العبريين في ولاية الحمراء. وأيضا طبعا لا ننسى أن أيضا في جهود فردية تبذل من بعض المجتمعات، هنالك دائما شركات أهلية أيضا تحاول أن تساهم في تطوير وحفظ التراث قدر الإمكان. والآن بدأت تظهر بعض بوادر
الدعم من المؤسسات القطاع الخاص بالرغبة مثلا حسب الخطط المرسومة لديهم بإظهار أيضا الدعم الممكن لحفظ هذا التراث. في طبعا توجد مراكز بحثية وجامعات أيضا عن طريق التمويل البحثي تسعى إلى تقديم ما يمكن عمله سواء كان كتوثيق خطة حفظ وإدارة. ولكن لا ننسى أيضا بعض المواطنين أيضا مشكورين لهم أيضا محاولات واجتهادات من خلال محاولتهم للتواصل مع الجهات الحكومية. جميل. تحية لهذه الجهود سواء كانت مؤسسية وأيضا فردية. معي دكتور، أكيد هناك تحديات تعترض مثل هذه المشاريع، مشاريع توثيق الحارات العمانية، نتحدث ونبرزها للمشاهد الكريم. طبعا السلطنة تزخر بمثل ما ذكرتي أكثر من 1050 حارة، وهذا العدد الكبير الذي يعكس تاريخ عميق سلطنة عمان هو طبعا ثروة كبيرة للبلد كلها. صحيح. والجميع من أفراد المجتمع والمؤسسات والقطاع العام والخاص كلهم لهم دور في التعاون مع بعض للتغلب على هذه التحديات. ومن ضمنها طبعا أن حفظ التراث لا يعنى فقط بعملية الترميم على سبيل المثال. صحيح. إعادة حياة. صحيح. بالتأكيد طبعا هي مسألة إعادة الحياة لها، إعادة توظيفها، وكذلك أيضا مقدار المعرفة التي نستطيع أن نشتقها من هذه الحارات، لأن الحارة هي مدرسة كبيرة لنا جميعا، نتعلم منها الكثير، سواء كان المهندس المعماري يتعلم منها، يتعلم منها الناس فيما يتعلق بالعلاقات والشؤون الاجتماعية. حتى الباحث والدارس اليوم. والباحث والدارس كذلك. الكل له نصيب أن يتعلم شيء من الحارة. ونبدأ من خلال البدء في البحث عن أين يمكن نستطيع أن نساهم ونساعد، لأن الحارات هذه طبعا هي رهن للزمن، فمع الوقت تسقط وتتداعى، ولكن ما نستطيع أن نبدأ في حفظه يبدأ من أبحاث والدراسات التي نستطيع أن نقوم بها جميعا. ولذلك حتى المؤسسات التعليمية مثل المدارس تستطيع أن تبدأ في نشر الوعي لدى الطلاب من صغرهم، لأن هذا في النهاية هو إرث لهم وللأجيال القادمة. كل التحية لكم لوجودكم اليوم معنا دكتور ميثم أو هيثم بن نجيم بن سليمان العبري، باحث مشارك فخري بجامعة ليفربول ومحاضر بالكلية التقنية بإبرة. سعدنا جدا بوجودك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الله يخليك. وأنتم مشاهدينا متواصلين معكم في برنامجكم من عمان عبر محطات متنوعة لحلقة الليلة، ولكن نذهب الآن إلى مركز الأخبار وموجز 9 مساء، ثم نعود استكمالا لما تبقى من روعة برنامجكم من عمان، فكونوا بالقرب. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم، وهذه عناوين 9 مساء. السلطنة تدين بشدة التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البحرينية المنامة والعاصمة العراقية بغداد ومدينة إسطنبول التركية. رؤساء المجالس البلدية في محافظات السلطنة يؤدون قسم اليمين. السلطنة تبدأ خفض إنتاجها من النفط إلى 970 ألف برميل يوميا التزاما باتفاق منتجي النفط بخفض الإنتاج. بنحو 4 ملايين ريال عماني، وزارة القوى العاملة توقع اتفاقية لتطوير مشروع منظومة تراخيص العمل. أكثر من 30 قتيلا في تفجير انتحاري ببغداد، والرئيس الفرنسي يؤكد استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب. ومقتل 10 أشخاص بينهم 5 أفراد من عائلة واحدة في قصف وغارة جوية بمناطق متفرقة من اليمن. مشاهدينا الكرام، انتهت عناوين 9، نلتقيكم تمام 10 في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
حياكم الله مشاهدينا من جديد، وصلنا في برنامجكم من عمان للمتابعة الثانية وحديث عن استمرار العمل بمدينة سندان للصناعات الخفيفة، أول مشروع من نوعه في السلطنة. هذا المشروع مشاهدينا ابتدأ في منتصف العام الماضي وما زال مستمر، تم طرح أكثر من 4000 وحدة سكنية وصناعية. أين وصل هذا المشروع؟ ما هي حيثيات هذا المشروع؟ ما هي الأهمية الاقتصادية التي سيقدمها ويضيفها هذا المشروع الاقتصادي العماني بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؟ كل هذه التفاصيل مشاهدنا نتعرف عليها من خلال وجود ضيفنا بالاستوديو سعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة سندان للتطوير. مرحبا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا. طبعا قبل الحديث معك والخوض في تفاصيل هذا المشروع، ننتقل بكم مشاهدينا إلى تقرير يتحدث أيضا عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني. بعدها بإذن الله راجعين لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الأول من نوعه في السلطنة، تابعونا. تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد الروافد المهمة التي تعول عليها الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التوجه القائم على ضرورة تنويع مصادر الدخل في السلطنة، وتكمن أهميتها لدى العديد من الدول كونها المشغل الرئيسي للقوى العاملة والموفر للعديد من فرص العمل المتجددة ومساهم مهم في الابتكار والتصدير. وتنفيذاً للتوجهات السامية لعاهل البلاد المفدى، تم إقامة ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات بولاية بهلة. لذا صدر المرسوم السلطاني رقم 6 على 2016 بإنشاء صندوق الرفد، كما صدر المرسوم السلطاني رقم 36 على 2013 بإنشاء الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تمكين الشباب العماني بإقامة المشاريع الخاصة. ومع ذلك هنالك مجموعة من التحديات تقف حجر عثرة في النهوض بهذه المؤسسات، سواء من حيث الدعم المقدم لها وآلية تنفيذه، أو من حيث إيجاد البيئة المناسبة المتعلقة بالإجراءات والقوانين التي تقوم عليها هذه المؤسسات. لكن هذا لم يمنع من تضافر جهود مختلف المؤسسات بالدولة مع القطاع الخاص في النهوض بهذه المؤسسات والارتقاء بها لتشكل رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني. مشاهدينا لموضوعنا استمرار العمل بمدينة سندان للصناعات الخفيفة، نرحب من جديد باسمكم بسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة سندان للتطوير. مرحبا بك من جديد أستاذ سعيد. في البداية نتحدث أيضا عن أهم الوحدات السكنية الصناعية، عدد هذه الوحدات أيضا، ومتى بدأ المشروع؟ نذكر المشاهد الكريم، وإلى متى سيستمر بإذن الله إن شاء الله. أهلا وسهلا، فرصة طيبة. مدينة سندان للصناعات الخفيفة طبعا مثل ما ذكرتي قبل شوي هي الأولى من نوعها في السلطنة. كان عندنا سابقا مجموعة من المناطق الصناعية في مسقط، منها منطقة الوادي الكبير ومنطقة غلا ومنطقة المعبيلة. هذه المناطق تم تخطيطها من ضمن أو في وسط أحياء سكنية، فعندها نوع من الضيق في المساحات محاطة بوحدات سكنية، وأيضا عندما وزعت كأراضي ما توزعت بشكل منظم لأعمال معينة، كانت صناعية عموما. الفكرة اللي جات فيها سندان أن المحلات اللي في سندان كلها صممت لعمل غاية معينة أو لهدف معين. ورش السيارات صممت لتكون ورش سيارات بمواصفات ورش السيارات، وكلها جنب بعض في مكان متقارب، بما يسمح لزائر المدينة أن يستمتع بعملية التسوق أو إصلاح سيارته أو غيره في مكان قريب جدا. بإمكان شخص يوقف سيارته ويمر على 10 أو 20 محل لبيع قطع غيار السيارات، بحيث أن يقدر يفاضل في التسعيرة بينهم ويختار الأفضل له. مشروع سندان حاليا حسب علمي هو أكبر مشروع في سلطنة عمان من ناحية عدد الوحدات، عندنا حوالي 4500 وحدة. تطوير عقاري مسبق البيع، المشروع ترك سمح وأعطى فرصة
لصغار المستثمرين وكبارهم شراء وحدات بالتمليك في المشروع. فكل ما عرض في المشروع طبعا تم بيعه خلال أول كم يوم، ومتبقي الحين عندنا مجموعة وحدات اللي تحفظنا عليها للمستقبل لصالح الشركة. جميل، يعني سرعة البيع أيضا تدل على جودة ما قدمتم في هذا المشروع من وحدات سكنية صناعية بمواصفات قياسية تناسب أيضا برش السيارات والصناعات الخفيفة. حدثنا أيضا أستاذ سعيد عن جانب جدا مهم، كيف سيكون هذا المشروع يضيف أيضا على مفارقة في اقتصاد الوطني، بالتحديد أيضا دوركم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العام على المستوى البلد. طبعا احنا نعتقد انه سندان راح تضيف مقدار جيد في الجي دي بي او المعدل العام للدولة، بان حاليا عندنا إشكالية ان معظم الاشخاص اللي يريدوا يشتري قطع غيار او مواد يتجهوا لبلدان مجاورة، سواء كان الامارات المتحدة او السعودية. عندنا كمية استيراد كبيرة، والاسواق المحلية تعاني من عدم التنظيم. نأمل ان لما يكون عندنا اسواق مرتبة ومنظمة راح المواطن العماني يكتفي بزيارة سندان بدل الاتجاه إلى مسافات أخرى بعيدة، وهذا يضمن تدوير الأموال الداخلية في البلد ويساعد الاقتصاد العماني بشكل عام. من الأشياء الأخرى اللي ممكن يساعدها أنه الورشة الصغيرة عادة هامش الربح فيها جيد، الشباب الخريجين بإمكانهم ينتفعوا من الوحدات هذه. نتكلم عن المؤسسات الصغيرة المتوسطة. وحدات سندان كلها صممت بحيث أنها تكون صغيرة الحجم، صغيرة الحجم أو يما صغيرة الحجم مقارنة مع المحلات العادية، لكن مقارنة مع الجراجات الكبيرة في المعبيلة. عادة الجراج الواحد ممكن يكفيها 50 سيارة مثلا بالداخل، وما بإمكان أي شخص أن يمتلك جراج بهذا الحجم لصيانة السيارات. فواحدة من المواقف اللي خلتنا نوصل لها نتيجة في سندان، وابن عمي مثلا شغال في هذا المجال، خريج في مجال صيانة السيارات أو تصليح سيارات، كان يقول لو عندي وحدة بسيطة أقدر أحط فيها سيارتين ثلاث وأشتغل فيها براحتي، أقدر أطلع مبلغ جيد شهريا. فمن هنا المنطلق بدأنا. كل وحدات سندان تسعيرتها تتناسب مع الخريجين ومع اللي ممكن يبدأوا في عملهم حاليا، تكفي سيارتين وأكثر، ممكن يأخذ عدة سيارات في الباب الواحد. ومن أراد أن يتوسع ويكون عنده جراج كبير بإمكانه يأخذ عدة أبواب ويدمجها مع بعض ويكون عنده جراج كبير نسبيا. المدينة طبعا فيها كل الخدمات المتكاملة، فيها مسجد، فيها هايبر ماركت، فيها مستشفى، فيها محطة نفط، كل الخدمات اللي يحتاجها الشخص اللي راح يعيش في المدينة. أيضا ذكرت مميزات يتمتع بها هذه المدينة، تحدث عن مميزات أخرى، ذكرت خدمات أيضا موجودة، مرافق مختلفة تدعم أيضا هذا المشروع، ذكرت بداية حديثك أيضا المساحة المفتوحة تستوعب أيضا أعداد أكبر مقارنة بالمناطق الأخرى، مثل ما ذكرت وأشرت مساحات ضيقة. نتحدث عن مزيد من المميزات تتمتع بها أيضا هذه المدينة الصناعية. أول عامل جذب في المدينة هو وجود أكثر من 50 معرض سيارات في واجهة المدينة، قادر على عرض أكثر من 1000 سيارة مستعملة في الوقت الواحد. هذا التقارب بالمعارض راح يساعد كثير الشخص اللي يريد يشتري سيارة. إذا كنت تبحث عن سيارة بمواصفات معينة، الوضع صعب حاليا في مسقط لأنك تضطر أنك تتوزع بين مجموعة من المعارض متوزعة، وبعضها في مناطق سكنية حتى ووسط مباني. سندان راح توفر هذه الخاصية أن الشخص يجي يوقف سيارته في مكان واحد ويتمشى عبر معارض كثيرة. خلف معارض السيارات عندنا مساحة هائلة لخدمات السيارات، عندنا الكهربائيين، عندنا ملمعي السيارات، عندنا قطع غيار السيارات، عندنا كل ما يتعلق بالسيارات عموما، سواء كان حتى البودي وركشوب اللي يتعلق بهيكل السيارة. عندنا أيضا شارع مسمينا البوليفارد، وهو شارع فيه خدمات عمومية في المنطقة، في مثلا مطاعم وبنوك وكل الخدمات العامة اللي يحتاجها الزائر من يزور المنطقة. نتوقع أن يسكن في سندان كعمال من هم يعملون في سندان يسكنوا فيها حوالي 10,000 شخص في الوحدات السكنية الموجودة، ونتوقع حوالي 15,000 إلى 20,000 زائر يوميا. فحنحاول أن الخدمات اللي متوفرة في المدينة تكون تلبي هذا الزوار. جميل. يعني أيضا أستاذ سعيد، كثير من المستثمرين يتساءلون الآن متى سينتهي هذا المشروع، وأيضا سيشغل نقول مشاريع وخدماته المختلفة. الحمد لله بما ان احنا خلصنا عملية البيع وانتهينا منها، فمتفرغين حاليا لتنفيذ المشروع. حتى الان انتهينا من الاعمال الانشائية لتقريبا 500 وحدة بالكامل. نعم. يعني الهيكل المباني ماشي بشكل سريع، هي اكثر من 4000 وحدة. هي 4000 وحدة، 500 منها تقريبا انتهينا منها خلال
الفترة اللي استغرقها المقاول من 1/8 إلى الحين نهاية السنة، فأربع شهور تقريبا. بهذا المعدل نحن متقدمين على الخطة. الموعد الأصلي حسب الإعلان أو حسب الاتفاق مع الزبائن كان في الربع الثالث من عام 2018، اللي هو بيكون سنتين من توقيع العقود، ولكن بإذن الله يا أما في الوقت يا أما قبله بشوية إن شاء الله. نعم. أيضاً نريد أن نتعرف من خلالك أستاذ سعيد التحديات تواجهكم اليوم في هذا المشروع، سواء من قبلكم كإدارة أو من قبل الشركة المنفذة للمشروع، هي شركة تاو للإنشاءات. تاو للإنشاءات ما شاء الله عليهم ماشيين بشكل جداً سريع ممتاز، وربما مثل ما ذكرت قبل شوية أنهم متقدمين على الخطة الأصلية. تحديات بعضها تحديات فنية، عندنا موقع المشروع كان منخفض نسبيا وحبينا نرفع على مستوى الشارع عشان نتفادى الفيضانات أو الدفق المائي، اضطرينا أن نضخ في المنطقة تقريبا 750 ألف متر مربع من التربة، أخذ منا وقت لا بأس به. والإشكالية أن المشروع بهذا الحجم 4500 وحدة، وأنا وعدت أو الشركة وعدت الزبائن الانتهاء منه خلال سنتين، فهو تحدي حقيقي من ناحية فنية. صحيح. لكن يبدو لي حتى الآن نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح، والمشروع ماشي بشكل ممتاز، وأي واحد يمر بسيارته قدام مشروع ويشوف المشروع طالع في السماء يطمن أكيد المشروع إن شاء الله يكلل هذا العمل بنجاح. بعض التحديات الإدارية مثلا في بعض أحيانا نرتبط بموافقات أو إجراءات حكومية معينة وكذا تأخذ وقت، لكن هذا الأمر معتادين عليه أو متوقعين من قبل وحاسبين حسابه إن شاء الله. أستاذ سعيد، أنا أعود إلى نقطة سابقة ذكرتها بأن هذا المشروع سيكون ملاذ للشباب الجدد اللي يعني الخائضين في مجال مؤسسات الصغيرة المتوسطة. هل هناك تسهيلات سيقدم أيضا كتسهيلات خاصة لهؤلاء الشباب يعني الواعد في مجال العمل أو عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ نعم، في خطة مبادرة شغالين عليها مع الأخوة في رفد ومع الأخوة في بنك مسقط، بإذن الله بنعلن عنها قريب جدا. راح نوفر مجموعة من الوحدات لشباب عمانيين اللي أثبتوا وجودهم في السوق واللي أثبتوا قدراتهم في المجال بشكل مدعوم، سواء كان في طريقة الدفع أو في التكلفة. هذا طبعا دعم مباشر، وغير عن دعم مباشر تصميم المشروع أساسا صمم اللي يخدم هذه الفئة بالذات. صحيح. فلذلك نتوقع أن إن شاء الله بيضيف. ماذا عن المواصفات القياسية للبناء؟ يعني أستاذ سعيد أكيد اتخذتم مواصفات قياسية معينة تناسب أيضا هذه النوعية من المرشة، تحدث عن هذا الجانب. طبعا أنا ما أقدر أدخل في التفاصيل الفنية المشروع لأن معظم المستمعين كما ما بيفهموها، بس إحنا نستخدم البناء المسلح بشكل عام القريب من البناء المعتاد في المباني الكبيرة. في تقنية اسمها البوست تنشن اللي فيها شد في الحديد، تسمح لك بأنك تعمل صب البناء لمسافات طويلة بدون ما يكون عندك أعمدة، وهذا يسمح للجراجات بأنها يعني إذا فتحتي أكثر من جراج ممكن السيارات تكون متوزعة عليه بشكل مريح في الداخل بدون ما يكون في أعمدة في النص. كان عندنا خيار أن نعمل المشروع بالهياكل الحديدية اللي هي الأقل بكثير تكلفتها، لكن البناء الخرساني اللي نبنيه حاليا يفترض أن يتعمر أكثر من 100 سنة بدون أي إشكاليات، وأفضل بكل تأكيد على المدى الطويل، خصوصا إحنا بايعين المشروع كتمليك، فاللي يشتري الوحدة من عندنا يتوقع أنها تبقى له ولأولاده في المستقبل، يعني وحدة طويلة المدى مش استثمار مؤقت. جميل. بالنسبة للمستثمرين هل كانت هناك إقبال أيضا للشراء؟ يعني تم طرح مثل ما ذكرت يعني بيعت جميعها، هذا أكبر دليل على أن هناك إقبال. هل تجد في السلطنة بأن هناك إقبال على هكذا مشاريع؟ نفتقد أيضا لمشاريع أخرى في ربوع السلطنة بعيدا عن العاصمة مسقط أو المحافظة؟ السوق العقاري كان متأثر في الفترة اللي احنا طرحنا فيها المشروع. نعم. لو كان الناس نظروا لنا كمشروع عقاري أو كوحدات عقارية مثل عقار السكني أو السياحي عموما كنت ما أتوقع بنحصل هذا الإقبال، لكن لأن المشروع جديد من نوعه ويوفر حل ما كان موجود فيما مضى، وأي مستثمر عنده هذا المبلغ من المال وهو مبلغ يبدأ، يعني أنا ما أخفي سر أنه إحنا أقل شقة عندنا كانت قيمتها ب8000 ريال. نعم. فهذه التكلفة بسيطة بالنسبة للمستثمرين. معظم المستثمرين حتى الصغار لو قسطنا هذا المبلغ على عدة سنوات بإمكانهم دفعه بدون مشكلة. صح. فهذا وفر لهم حل مناسب. القطاع الصناعي أنا أتكلم عن الصناعة اللي تتعلق مع الزبون مباشرة، يعني مثل الجراجات وورش النجارة والحدادة وغيرها، ما يتأثر كثير بتدهور الاقتصاد أو ارتفاعه على عكس القطاعات الأخرى، لأن نعتبر مقطعات الاحتياجات الأساسية الاستهلاكية للأفراد. يعني إذا سيارتي تعطلت أنا مضطر أصلحها سواء البترول بدولار ولا ب100 دولار. صحيح. أيضا يعني في ختام هذا الحديث أستاذ سعيد نتحدث عن ما تتوقعونه بعد أن يتم تشغيل هذا المشروع، أبرز توقعاتكم من حيث أعداد التي سيتم استيعابها بإذن الله، من حيث وحدات السكنية، من حيث أيضا ورش السيارات كما ذكرت.
طبعا الحمد لله بغض النظر عن البيع اللي تم بيعه للزبائن، مجموعة من اللي اشتروا الوحدات هم مستثمرين، والمستثمرين ما ناويين انهم يشتغلوا في المشروع بقدر ما هم ناويين. عمانيين 100%، كل المشترين عمانيين تقريبا، ما عدا بعض الخليجيين عددهم قليل جدا. كل المشترين هلا بعضهم عندهم الرغبه في اعاده تاجير المشروع، اعاده تاجيره لمن يشتغلوا في المجال. نحن نتوقع انه من اول ما نبدا تشغيل المدينه بيكون معظم المحلات متاجره وشغاله، وعندنا عقود حاليا مع مجموعه من المطاعم والخدمات العالميه ذات اسماء عالميه معروفه، وقعنا معهم بانهم يبداوا في العمل في المشروع في المدينه من اول ما نبدا. جميل. يعني يراد سؤال ربما، يعني هل سيكون هناك جانب سياحي في هذه المدينه الصناعيه ام ما اتوقع بشكل كبير؟ اللهم خط البوليفارد اللي تكلمت عنه قبل شويه راح يكون فيه مطاعم وبنوك وخدمات منوعه، راح يخدم المناطق المجاوره، عندنا من حلبان الى نخل، بعض المناطق اللي موجوده في بعد المشروع تفتقر ربما الى الاسواق والى الى الى مركز مدينه، فربما هذه الاسواق بتكون تغذي هذه المناطق المجاوره كلها. باذن الله يكلل هذا العمل بالنجاح والتوفيق، بارك الله جهودكم وشكر الله سعيكم. استاذ سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لشركه سندان للتطوير، سعدنا جدا بوجودك. شكرا للاستضافه، شكرا جزيلا. الله يخليك. وانتم مشاهدينا مستمرين معكم باذن الله في محطات مختلفه في برنامجكم من عمان لحلقه الليله، بعد هذا الفاصل فقره قانونيه اسبوعيه دائما ما نحاول ان ننتقي لكم ابرز المواضيع التي تلامس أيضا المجتمع. القضية اليوم بإذن الله التجارة المستترة، هذه القضية أو نقول بعد هذه القضية مشاهدينا أيضا سننقلكم بربط مباشر من موقع افتتاح المبنى الجديد لمستشفى خولة، تابعونا بإذن الله. يعتبر الغذاء من أهم مقومات الحياة، وتكتسب قضايا سلامة الأغذية أهمية محلية ودولية من خلال تبادل الأفكار والمعارف في طرق الحفاظ عليها ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك بأهمية سلامة الغذاء لإيجاد جيل من الأصحاء من خلال الرقابة على الأغذية المعدلة وراثياً، الأغذية المعالجة بالإشعاع، الملوثات البيئية والمواد المضافة للأغذية، التتبع وسلامة الغذاء. المواد المسببة للحساسية الغذائية، الفطريات والسموم والجراثيم الغذائية، المضادات الحيوية والمقاومة الميكروبية، معاً نحو غذاء آمن. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر بالدم والذي ينتج عن نقص هرمون الأنسولين، وهذا يؤدي إلى تراكم السكر بالجسم وعجز الجسم عن الاستفادة منه. من أهم أسباب الإصابة به العامل الوراثي والسمنة، كما أن لأنماط الحياة الخاطئة دوراً في ذلك كالتدخين والخمول وتعاطي الكحول. خطورة السكري في عدم ظهور أعراضه إلا بشكل متأخر، وهذا يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الجسم كالإصابة بالجلطة القلبية أو الدماغية أو تلف شبكية العين والفشل الكلوي. إن الوعي بالمرض وممارسة الرياضة والغذاء الصحي والتغلب على الضغوطات اليومية من أهم وسائل الوقاية منه. حياكم الله مشاهدينا إلى متابعة أخرى من حلقة الليلة لبرنامجكم من عمان، افتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى خولة. تم افتتاح هذا المبنى قبل قليل مشاهدينا ليضاف أيضا إلى القطاع الصحي بالسلطنة، طبعا مبنى بمساهمة من شركة سهيل بهوان، كتأكيد أيضا للشراكة المجتمعية المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين الخاص والعام. تفاصيل شتى
حول هذا المشروع مشاهدينا، أو هذا المبنى الذي أضيف إلى سلسلة مستشفى خولة، يوافينا بها الزميل محمد المهري المتواجد هناك من موقع الافتتاح. مساك الله بالخير يا محمد، وحياك الله في برنامج من عمان، وحدثنا عن تفاصيل أيضا الافتتاح، عن أهم ما يحوي هذا المبنى. تفضل يا محمد. مساء الخير بيان، مساء الخير أيضا لكل المشاهدين واللي انضموا هكذا لمتابعة هذه الفترة المسائية من برنامج من عمان. هذه الكاميرات التي تتجول من هنا وهناك في إطار هذه الخارطة العمانية، هذا الرفد أيضا المجتمعي، نتحدث عن دور جميل أيضا في مجال الخدمة، ونتحدث عن مجال الصحة اليوم من خلال مجموعة سيل بهوان، هذه المجموعة التي أثبتت هذه التوأمة وهذه الثنائية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص. اليوم نتحدث عن مرافق، نتحدث عن إمكانات ضخمة جدا في مستشفى خولة، ولكن أكيد سنتحدث إداريا وتخصصيا أيضا من خلال ضيفي الدكتور علي بن محاد المعشني، المدير العام للمدير العام لمستشفى خولة. دكتور مساء الخير. مساء الخير أخي محمد، وشكرا جزيلا على الاستضافة لبيان افتتاح هذا المبنى الذي يعتبر صرح من صرح الخدمة الصحية في السلطنة، حيث أن هذا المبنى عبارة عن تبرع سخي من الشيخ سهيل، وهذا يضم 3 أدوار: الدور الأرضي وهو عبارة عن عيادات تخصصية لتخصصات مختلفة للمستشفى، وكذلك البركة السباحة التي تستخدم للعلاج التأهيلي، والدور الأول وعبارة عن العلاج التأهيلي والعلاج الطبيعي وفي الترقيد للمرضى، والدور الأخير اللي هو الدور الثاني وهي للعلاج لجراحات اليوم الواحد وفيه قسم للترقيد. سوف يكون هذا عبارة عن إضافة من إضافات التي تخدم المواطن والمقيم في هذا البلد، وهذه التومة كما ذكرت أنت هي تكاملية بين القطاع العام والقطاع الخاص. ولا يفوتني هنا إلا أن أشكر صاحب اليد السخية في هذا الأمر شيخ سهيل، وكما تعلمون أن صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة قد بين الأهمية التي يجب أن تكون بين القطاعين، وهو قطاع تكاملي وهي القطاع العام والقطاع الخاص، فكل منهم موازي الآخر ويخدم البعض الآخر، وخاصة في الظروف الحالية الآن والخدمات المقدمة والظروف للمواطن الآن اللي موجود في هذا المبنى. هذا المبنى سوف يكون رافد من روافد الخدمات الصحية في التأهيل، وهو يعتبر الأول الآن في التأهيل بالنسبة للسلطنة، وكذلك بالنسبة للعيادات التخصصية، وكما تعلمون مستشفى خولة ليس فقط للحوادث والطوارئ وإنما عيادات تخصصية وجراحات تخصصية في جراحة المخ والأعصاب في الأعصاب، وكذلك في جراحة العظام والجراحة اليد والجراحة التجميلية والجراحة العامة وجراحة النساء والأطفال وهكذا. طيب عفوا دكتور المقاطعة، فقط نسأل عن نتحدث عن عيادات متخصصة ومتخصصة أيضا في مجالات طب جدا دقيقا عندما نتحدث عن المخ والأعصاب، ما رأينا أيضا من خلال الافتتاح ومن خلال أيضا ما التقطته أيضا كاميرا من عمان قبل أو بعد الافتتاح، إنه هناك أيضا أجهزة حديثة جدا. هذه الأجهزة وهذه العيادات المتخصصة، هذه نقول النظرة التطويرية في مجال الصحة عندما نتحدث عن أمور متعلقة بتكوينات جدا دقيقة في الإنسان، مخ أعصاب تأهيل أيضا وهو تأهيل الإنسان طبعا في المجالات الصحية، وهي رسالة أيضا منك دكتور في أنه ربما يتبادر دائما للذهن على أنه مستشفى خولة هي مستشفى متعلقة بعمليات جراحية متعلقة بالعظام والكسور، ولكن هناك كثير من العيادات التأهيلية. هذه العيادات التخصصية عندما نتحدث عن الكادر الطبي العماني، مساحة الكادر أولا كما ذكرت أنت صحيح أنه هنا العيادات وجراحات تخصصية، وجراحة العظام هو جزء من هذه التخصصات، ويفتكر بعض الناس أن التأهيل يكون بعد الحوادث فقط، ولكن التأهيل له جزء كبير جدا بعد العمليات الجراحية، إما كانت في العظام أو كانت في جراحة المخ والأعصاب أو الجراحة العامة أو الجراحة اليد أو جراحة التجميل،
فهذه الآن كما رأيتم في الافتتاح رأيت الكثير من الأجهزة الحديثة التي تخص اليد وتخص الأمراض العصبية خدمات سريعة والخدمات السريعة فيها والمساحة المتوافرة بالنسبة كذلك بالنسبة لمعالجة الإصابات الرياضية الآن اللي موجودة بهذا المبنى أي نعم والكادر الطبي له تأهيل صح هناك العدد يحتاج إلى عدد أكثر وهذا سوف يكون على وزارة الصحة توفير هذا وإن شاء الله في خطة موجودة هناك بالنسبة للتدريب والتأهيل على هذا النطاق طيب إذا حد يتابعنا الآن دكتور من المؤسسات الخاصة ربما أيضا مجموعة سهيل بهوان اليوم ربما كانت هناك عندها ثقافة الإقدام والمبادرة وجميل أن نبادر في خدمة هذا المواطن خاصة نتحدث عن القطاع الخاص وجميل مثل ما ذكر دكتور أنت هذه الرؤية السامية لمولانا المعظم في أن يكون القطاع الخاص شريك ليس فقط في مؤسسات التنمية المختلفة ولكن أن يكون الإنسان هو المحور من خلال أيضا توفير وسائل علاجية مختلفة حدثنا عن الشراكة كيف بدأت الشراكة يعني مثل أي شراكة كان للأسف كان تعرف المستشفى هذا من السبعينات وبني لمساحة معينة والخدمات سنة بعد سنة تحتاج زيادة عدد السكان وكذلك الإصابات اللي موجودة تنوع التخصصات اللي الآن موجودة فيحتاج بزيادة والمتطلبات أكثر فكان من الشيخ سهيل ذهبنا إليه ولما ذكرنا له الفكرة وإن هذا العطاء عطاء إن شاء الله له الأجر وعطاء وطن فهو لم يتردد في هذا الأمر بالعكس بل بارك وجزاه الله خير يمكن انت دكتور اعطيته فرصه في انه ايضا يبادر في الله صحيح ويجب ان يكون كذا يعني فانا ادعو من هنا المؤسسات الخاصه الان بالشركات ان تكون رافد من روافد القطاع العام وكلهم شركاء في خدمه هذا الوطن دكتور كلمه اخيره توجهها او نتحدث ايضا عن رساله حتى من يستفيد من الخدمة ما هي أبرز الخدمات الجديدة حصريا هنا في هذا المبنى اللي ممكن تقدم للجمهور الكريم ومتى سيبدأ ربما أيضا من خلال متابعتنا للصحف المحلية بدأت بعض العيادات تقريبا أمس فحدثنا عن أبرز الخدمات المقدمة بالنسبة للعيادات التخصصية قد بدأت أكثر من شهر أما بالنسبة للعلاج التأهيلي والعلاج الطبيعي فبدأ من يومين أدعو الأخوة المستفيدين من هذه الخدمة أولا العناية بأنفسهم ثانيا العناية بالأجهزة التي يستخدمونها لأن هذا مال عام يستفيد منه هو وأخوه ابنه وابن عمه والمجتمع كامل وأن يكون هذه أن يكون الاهتمام بهذه المباني وهذه الأجهزة وهذه الخدمات المقدمة أن الشكر لله سبحانه وتعالى ثم للوطن ثم لصاحب البادرة في هذا الأمر إذا دكتور نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى دائما أن تصل أيضا هذه الرسالة للمؤسسات المجتمع المدني وأيضا للقطاع الخاص أن يكونوا شركاء حقيقيين وعندما نتحدث عن هذه الشراكة أتوقع أنه مثالية هذه الشراكة أن تكون أيضا في خدمة الإنسان وخاصة في المقياس الصحي الدكتور علي بن محمد المعشني المدير العام للمدير العام للمستشفى خولة نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى أن يكون هذا المبنى مثل ما ذكرت رافد قوي جدا يقدم خدمات إن شاء الله ويسهل أيضا ربما هذه الكثافة أيضا من المراجعين للمستشفى خولة شكرا دكتور شكرا جزاكم الله خير أحسنت إذا هكذا مشاهدين الكرام بيان ربما تابعتي أيضا من خلال حديث الدكتور هي مبادرة أيضا من مجمع سهيل بهوان والمبادرة أكيد في هذا الوطن هي ملزمة لكثير من القطاعات المختلفة عندما نتحدث بين قوسين عن القطاع الخاص هي رسالة أن نكون مساهمين في بناء هذا البلد في مجالات العمل المختلفة هذه الثنائية يجب أن تكون لصالح هذا المواطن ونتمنى دائما كل التوفيق ونتمنى أن تكون الزيارة أيضا هنا محدودة من الله سبحانه يعني من الله سبحانه وتعالى أمنية في أن لا يصاب أكيد حد بمكروه ولكن هي فرصة بأمانة لتقديم خدمة ونتحدث عن المجال الرياضي وعندنا كثير من اللاعبين ربما يذهبون للخارج أحيانا في مناسبات علاجية مختلفة نتمنى لكم دائما أن تركزوا أن الصحة تاج فوق رؤوس الأقصى هكذا كنا معكم في هذا البث الحي والمباشر من هنا من مستشفى خولة وهذه الإضافة الجميلة في مجال العمل الخدمي المجتمع وهذه الشراكة مثل ما ذكرنا مباشرة إليك بيان وما تبقى من بيان هذا المساء
وبرنامج من عمان. إليك. شكرا لك محمد المهري على هذه التغطية الرائعة أيضا لافتتاح مبنى الجديد التابع لمستشفى خولة. بالفعل مشاهدينا هذه ربما صورة من صور الاهتمام، من صور الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين الخاص والعام. اليوم مبنى جديد يضاف للقطاع الصحي ليقدم خدمات مختلفة، البعض منها لأول مرة صحيا تقدم للمرضى في شتى ربوع السلطنة، باعتبار بأن مستشفى خولة يخدم المرضى من جميع محافظات السلطنة. مباشرة مشاهدين ننتقل بكم إلى تقرير عن منتجع الصقل السياحي من إعداد صندوق الرفد، بعدها نعود وحديث فياض أيضا عن الأبعاد القانونية للتجارة المستترة. ابقوا معنا. أحلامنا وآمالنا محاطة بالتحديات، وقد تكون محاصرة بالصعوبات، ربما قد تتلوها العثرات. ذلك ليس فشلا، لأن كل نجاح تلحقه محاولات وتجارب. المشروع هو عبارة عن منتجع سياحي مبني من مواد طبيعية صديقة للبيئة على شكل العمارة العمانية القديمة، والفكرة بدأت كمشروع للتخرج من جامعة السلطان قابوس، وبعد التخرج مباشرة بدأت بالتخطيط لتنفيذ المشروع على أرض الواقع وتحقيق هذا الحلم الذي أصبح اليوم حقيقة. بلا شك المنتجع يعتبر إضافة للمشاريع السياحية الموجودة في نيابة الأشخرة، والتي تعتبر متنفس للزوار ومكان للاستجمام سواء للعمانيين أو غير العمانيين. طبعاً الشيء اللي يميز منتجع الصقل السياحي هو موقعه الجغرافي المطل على شاطئ بحر العرب من ثلاث جهات، ونمط البناء التقليدي بالأسلوب الحديث، واستلهامه أيضاً للمفردات الطبيعية الساحلية العمانية وطبيعة البكر. من أبرز التحديات في بداية المشروع هي الحصول على التمويل الكافي لاستكمال المشروع، ولكن بفضل الله والاجتهاد وتسهيل الإجراءات التمويلية من قبل صندوق رفد وكذلك الاستشارات التي حصلت عليها تغلبت على هذا التحدي. بسبب طبيعة المشروع كان توفير مواد البناء مثل الحجر، حجر السحوف وخشاب النخيل المناسبة هي أحد التحديات، ولكن قمت باستشارة كبار السن في المنطقة من ذوي الخبرة وتم التغلب على هذا التحدي. نصيحتي للشباب ورواد الأعمال، لا يوجد طريق بدون تحديات، فلذلك أنصحهم بالصبر والاجتهاد والإصرار، أيضا أنصحهم بالبحث عن الحلول لهذه التحديات التي تواجههم والاستعانة بذوي الخبرة في أي مجال كان لتجاوز هذه التحديات. الشغف، الإصرار، العمل.
والسعي بخطوات ثابتة، ذلك ما يفعله الناجحون وهم يمضون لتحقيق أحلامهم. قم امضي وحقق أحلامك. مدد من التحايا المسائية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في المحطة الأخيرة من برنامجكم من عمان لحلقة الليلة، حديث فياض عن أحد القضايا القانونية وتحديدا التجارة المستترة، إحدى الضواهي تزداد في السلطنة نتيجة لازدياد أيضا العمالة الوافدة بشكل مضطرد في السلطنة في الآونة الأخيرة. بإذن الله مشاهدينا نتعرف على تفاصيل هذه الظاهرة بإذن الله قانونية بالتحديد بوجود الفاضل أحمد بن عبد الله الشنفري، محامي ومستشار قانوني. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في برنامج من عمان. أهلا وسهلا، شكرا على هذا الاستضافة. الله يخليك. في البداية نريد أن نتحدث معك ونعرف المشاهد الكريم بهذه الظاهرة أيضا فيما يتعلق بالقانون. بداية حتى لا يفوتنا نرى أهنيكم وأهني الجميع على المبنى العيادات الخارجية لمستشفى خولة، والشكر موصول أيضا لمجموعة سهيل بهوان على هذا التبرع السخي، جعله الله إن شاء الله من اللبنات التي تضاف إلى إنجازات السلطنة في المجال الصحي في كل المجالات. الحمد لله، الحمد لله بدأنا هذا العام يعني أمس 1/1/2017 بدأنا أيضا بهذا المشروع، بإذن الله عام قادم نقول أو حافل بالإنجازات والعطاءات في شتى ربوع عمان من حيث أيضا جميع الأصعدة والمجالات. نعود لحديثنا ومحور حديثنا في هذه المحطة أستاذ أحمد، نتحدث عن التجارة المستترة كمفهوم، نعرف المشاهد الكريم قبل ذلك. بالنسبة للتجارة المستترة، التجارة المستترة هو مفهوم أطلق على نوع معين من التجارة، حيث يقوم بعض المواطنين بتسجيل سجلات تجارية، من ثم يقوموا باستقلاب عمال على هذه السجلات التجارية. يتحول هؤلاء العمال الأجانب فيما بعد إلى تجار، لأن معظم هذه المؤسسات التجارية أو المواطن الذي قام باستخراج هذا السجل التجاري ليس لديه معرفة بالتجارة بشكل عام، وأيضا ينقصه الكثير من الخبرة وينقصه الكثير من المال، لذلك أغلبهم يقوموا بمثل هذه التجارة ويوجدوا منها أنها توفر لهم مصدر دخل معين. أيضا العامل الأجنبي يجد فرصة بأنه يشتغل تحت اسم هذا الكفيل العماني، وهو مجال مفتوح له في مجالات عدة، وهي مجالات عدة كلها تجارية. يعني أستاذ أحمد، ما هي الموانع تدفع اليوم التاجر الوافد للتخفي وراء تاجر آخر وقد يكون عماني أيضا؟ والله هو شوفي، القانون هو نفسه هو من يجعل العامل الأجنبي يتخفى تحت اسم التاجر العماني، لأن لدينا قانون الاستثمار الأجنبي يشترط على العامل الأجنبي أن يكون لديه رأس مال 150 ألف ريال عماني. أغلب العمال وأغلب التجارة وأغلب التجارة الموجودة المستترة هي شركات صغيرة ومتوسطة، لذلك أغلبهم لا يملك مثل هذا المبلغ في بداية العمل، لذلك يضطرون للتخفي تحت اسم التاجر العماني، ومن ثم هو يكبر بالجانب المالي والجانب التجاري، ويقوم بتحويل هذه المبالغ أيضا خشية أنه في يوم من الأيام يتم مصادرة هذه الأموال من أي جهة كانت. يعني الزيادة في أعداد أو نقول في نسبة هذه الظاهرة تؤدي إلى زيادة أيضا في نسبة الخطورة، من جانب أيضا هناك سلبيات تعترض أيضا هذا المجال. نتحدث عن السلبيات التي تخلفها نقول هذه الظاهرة السلبية، ليست سلبية عموما، هناك بالتأكيد نسبة فائدة، نتحدث قبل عن الجوانب السلبية. الجانب السلبي الذي يعني نراه اليوم في المحاكم ونراه حتى في بعض الاستشارات القانونية التي ترد إلى المكتب، أنه في كثير من الشباب العمانيين عندما يقوم باستخراج سجل التجاري يقوم أيضا بطباعة الختم للشركة، يقوم أيضا بنموذج التوقيع معين، يقوم أيضا بطباعة أوراق ويسلم كل هذه المستندات، يقوم بتسليمها للعامل، أوراق الشركة، ختم الشركة، أيضا كل ما يتخصص بهذه الشركة من أوراق. أتى أيضا البعض أن يقوم بإصدار شيكات باسم المؤسسة ويقوم بالتوقيع وتسليمها للعامل هنا يقع في الأجنبي أيضا في نعم عندما أخير. يكون في مطالبات مالية، طبعا المحكمة تلزم صاحب السجل بكل المعاملات المالية أجراها مع باقي التجار،
أو مع المواطنين، وهو ملزوم أمام القانون بكل تلك المبالغ المالية التي يطالبون الإعادة بها. الكفيل أو صاحب العمل مسؤول عن هذه الإجراءات حتى وإن كان من غير قصد، من غير معرفة، يعني العامل اتخذ هذا الطريق من دون علم كفيل أو صاحب العمل؟ نعم، هو يلتزم بكل ما يأتي من معاملات مالية لهذه الشركة، لأنه هو من قام أيضا بتسليم كل أوراق هذه الشركة لهذا العامل، هو الذي وضع الثقة أيضا في هذا العامل لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. أيضا من جانب آخر هو سلمه الختم وسلمه أيضا حتى نموذج التوقيع لكي يقوم بتوقيع بنفس التوقيع الكفيل. صحيح، يعني نتحدث أيضا عن جانب جدا مهم. اليوم أنتم في مكاتب المحاماة نبرز للمشاهدين أبرز المعاملات، القضايا المتعلقة بهذا النوع من التجارة. هي معظم القضايا هي قضايا مطالبات مالية، وقضايا يقوم مثلا أن يقوم العامل بالتزام معين مع مثلا على سبيل المثال في بناء بيت حتى نعمل بشكل بسيط، في هناك اتفاقية يتم إبرامها ما بين الشركة وما بين صاحب هذا المنزل، يقوم هذا صاحب المنزل بتسليم مبالغ مالية معينة على دفعات أو مرات، يكون تسليم المبلغ مقدما، لذلك كل ما يأتي على هذا البيت في المستقبل أيضا يتحمل هو مسؤولته. أيضا في حال أنه أخذ العامل هذه المبالغ وهرب، هو أيضا يتحمل هذه المسؤولية بالكامل. لذلك نحن أمام أزمة تشريع، وهذه الأزمة لابد أن يجد لها المشرعون حل. يعني المشرع العماني كيف يعالج هذه الظاهرة اليوم؟ هو الحل يأتي من قانون الاستثمار الأجنبي. في حال أنه تم اشتراط المبلغ 150,000 وما زال أنه هذا الشرط موجود، إذا نحن لن نجد حل ولن نتقدم في هذا الجانب. في نفس الوقت لا يمكن أن نتخلى أو أن ممكن القضاء على التجارة المستترة، هذا أمر مستحيل. حديثك سيد أحمد، نحن نحتاج اليوم يعني لقانون في المشرع العماني يتصدى لهذه الظاهرة بصورة مباشرة كأجزاء معينة. نعم، لابد من تشريع جديد، لابد من تعديل في قانون الاستثمار الأجنبي حتى يتم موائمة هذه القوانين بما يخدم المواطن والمقيم والتاجر والمجتمع والاقتصاد العماني أيضا. بالنسبة لجهة المواطن، كيف ممكن المواطن أن يحمي نفسه من هذه الظاهرة؟ أنا أنصح من هذه الجلسة الطيبة أن يكون كل مواطن متابع لما يقوم به العامل، إذا كان في أنه هو يعني مسلمه كل الأعمال ومسلمه كل الإدارة، وأيضا المال هو مال الأجنبي، أبسط شيء أنه يكون متابع للأعمال التي تجرأ، أن يقوم هو بالتوقيع، أن يقوم هو بالمتابعة، أن يعلم ماذا تم وماذا يكون، وأن يعرف ما له وما عليه، حتى لا يكون بعيد من المشهد ويتفاجأ في يوم من الأيام أنه هناك قضايا ترفع عليه ومبالغ طائلة لا يمكن أن يدفعها. وتؤدي ذلك طبعا إلى نهاية لا يتمناها أن نرى أي مواطن فيها. صحيح، يعني هل يمكن أن يكون مواطن عماني على علم بذلك ويستمر أيضا في هذا العمل؟ طبعا عندما يجد معظم المواطنين أو الذين يشتغلون في مثل هذا النوع من التجارة أن مثل هذه التجارة لا تكلفهم شيء، وفي المقابل تدر عليهم مبالغ مالية، سيستمرون فيها. أيضا حتى المواطن المستهلك، المواطن المستهلك يجد من مثل هؤلاء العمال مكسب لهم، لأنه لا يمكن أن يتم يعني مثلا في صيانة بيت، لا يمكن أن يتم الاتصال بشركة لصيانة بيت لأنه ذلك يكلف المواطن أكثر. المواطن يلتقي مباشرة إلى العامل والذي يشتغل لحساب نفسه أو يشتغل لحساب شركة تحت غطاء العماني. يعني هذه الفائدة اللي كنت تقصدها قبل قليل بأن هناك فائدة من هذه الظاهرة، أم هناك فوائد أخرى أيضا بمقابل سلبيات كثيرة بكل تأكيد؟ طبعا هذا العمل هو أكيد له إيجابيات، لا يمكن أن نقول بأن عمل مثل هذا العمل لا يوجد له إيجابيات. العمل موجود وله إيجابيات، واستمر من 46 عام في السلطنة، لأنه المستهلك والتاجر العماني والعامل الجميع تشاركوا في وجود الفائدة. لذلك نحن اليوم لسنا لا نستطيع أن نأتي بقانون يقضي على هذه التجارة بشكل عام، هذا أمر شبه مستحيل، ولكن يمكن أن تأتي قوانين وأن يكون في موائمة ما بين القوانين والتشريع والمصلحة التي تضم الجميع بشكل يكون في تطوير لقانون الاستثمار الأجنبي الذي يمكنه أن يضم الجميع تحت مظلة واحدة وتعود بالنفع للاقتصاد الوطني. ويؤثر أيضا جوانب مختلفة من هذه النوع من التجارة. نعم. أستاذ أحمد، حدثنا في ختام أيضا هذا الحديث رسالة توجهها لأصحاب الأعمال، لأرباب العمل بالتحديد. الرسالة أوجهها لهم بأن يكونوا قريبين، وأن لا يسلموا أوراق الشركة وختم الشركة، وأن يعطوا الثقة الكاملة
للعامل الأجنبي، بالعكس لابد منهم إذا وجدوا أنهم هم لهم فائدة من هذا العمل ولو كانت بسيطة أن ينظروا لمعدل هذه الفائدة. أنا أعلم أنه في بعض الأشخاص يعني لديهم 150 سجل تجاري وفي النهاية الدخل الشهري الذي يحصل عليه المواطن لا يتعدى 200 ريال، وهذا أمر أيضا لابد أنه للتاجر هذا العماني أن يجد مجال لمراقبة هذه الأعمال وأن يكون قريب من هذا الأجنبي وأن يحاول أنه يستفيد منه حتى تنقل إليه الفكرة وتنقل إليه الخبرة وأيضا لا يكون في يوم من الأيام معرض للخطر، وتكون مصلحة عمان فوق كل اعتبار. احنا نشكرك جدا على وجودك معنا أستاذ أحمد بن عبد الله الشنفري محامي ومستشار قانوني، سعدنا جدا بك في فقرة قانونية من هذا الأسبوع. شكرا، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة وأتمنى لكم كل التوفيق. ألف شكر. وأنتم مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مادة ثرية وغنية اليوم من خلال محطاتنا المتنوعة. غدا بإذن الله لقاء آخر يتجدد، فتابعونا، وحتى ذلك الحين دمتم كما تحبون، إلى اللقاء.